لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف المهندس هشام العباسي رئيس الرقابة والتفتيش ببلدية المحرق. المهندس هشام، بعد التحية، كيف تعمل حملات البلديات لإزالة إشغالات الطرق المخالفة في ظل قانون إشغال الطرق العامة الذي تم تناوله؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بخير. طبعا في البداية شكر لكم للاستضافة، اتاحت الفرصة لنا تسليط الضوء على، للأمانة يعني هي واحدة من أبرز المهام اللي تقوم فيها وزارة الأشغال وشؤون البلديات في التخطيط العمراني، متمثلة في أمانة العاصمة والبلديات الثلاث فيما يتعلق بتنفيذ قانون إشغال الطرق العامة الصادر بالمرسوم رقم 2 لسنة 1996 ولائحتها التنفيذية. طبعا للعلم، مخالفات إشغال الطريق العام هي من أكثر المخالفات المنتشرة في مختلف المناطق في محافظات مملكة البحرين، ولهذا السبب يعني تبذل للأمانة أمانة العاصمة وبلدية المحرق بالإضافة إلى بلدية المنطقة الشمالية وبلدية المنطقة الجنوبية يبذلون جهود كبيرة ومستمرة بشكل يومي في رصد هذه المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، بالإضافة إلى العديد للأمانة من الحملات الدورية والمستمرة سواء خلال الفترة الصباحية أو الفترة المسائية، واللي تشمل جميع أنواع المخالفات المتعلقة بالقانون، واللي منها على سبيل المثال مخالفات المحلات التجارية اللي تستغل حرم الطريق العام لعرض السلع التجارية خارج نطاق المحل، ومنها مخالفات وضع الكراسي والطاولات والجلسات، بالإضافة إلى مخالفات حجز الأرصفة والطرقات والساحات العامة بالأعمدة الحديدية والخرسانية ووضع الكباين والأكشاك، نعم، المخالفة وغيرها من الإشغالات المخالفة. نعم سعادة المهندس، ما هي أهم التعليمات الواجب اتباعها للمحافظة على المظهر الحضاري والاستخدام العام للطرق؟ نعم طبعا أنا للأمانة أحب أنوه إلى يعني ضرورة تعاون المواطنين وأصحاب المحلات يعني تصحيح أوضاعهم، إزالة هذه الإشغالات المخالفة أو الترخيص لها حسب الأنظمة وحسب اللوائح المعمول فيها، يعني عشان نرتقي بالمنظر يعني الحضاري والبيئي ونلتزم بالقوانين يعني في مملكتنا الغالية. نعم، المهندس هشام العباسي رئيس الرقابة والتفتيش ببلدية المحرق، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الأخبار، شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات.